السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة خديجة مفاتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه وعلى أصحابه أجمعين. ألف ألف مبروك للمنتخب الوطني. احنا على ودو درت هاد طرطة هادي رسمت فيها الكرة، ففرحانين بزاف ما قد أنا فرحان. العقبة إن شاء الله المرة اللي جاية إن شاء الله، وديما ديما الفوز بإذن الله. حضرت لهم هاد الطرطة هادي، كذلك رسمت النجمة ديال المغرب على خد بنتي، فرحانين وما قد أنا فرحة. الحمد لله يا ربي، ديما الفوز ديما القدام، ديما ان شاء الله نبقاو فرحانين والحمد لله. والف الف الف مبروك الاسود المغاربه، فريق المنتخب الوطني المغربي الحمد لله كيستاهلوا وكيستاهلوا ما اكثر. والعقبه ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله، كيف قلت لكم ما قادتنا فرحه، فرصه نجمع على خد بنتي ووجدت هاد التورته هادي رسمت فيها الكره ان شاء الله يا ربي. ديما النجاح ديما الفوز، وان شاء الله يا ربي، اللهم يا ربي كمل عليهم يا ربي. ونتسنى ان شاء الله المره اللي جايه ان شاء الله نفرحوا عاوتاني ونفرحوا بزاف، والله يكمل علينا والله يخلينا ديما فرحانين والفوز دائما.